في ايه؟ مش عارفه يا ماما. ايه الدم ده؟ مش قلت لك 100 مره ما تسرحيش وانت واقفه في المطبخ؟ مش عارفه قوي ليه بس كفله الشر. حاسه ان علي جرى له حاجه. وانا اللي فاكراكي قلقانه على اخوكي؟ هلا عليه من ايه يعني؟ هو مش كان قال لكم انه في مسابقه رقص؟ هلا عليه من الصمبا ولا من الرومبا؟ يستاهل ما دام كذاب. يبقى كبسي بقى البن لنفسك.